يو سلام، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما بتعرفوا كل موسم لما اوصل تقييم ماستر 5 بكون باقي لي 20 نقطة 30 نقطة على الليجند، فبروح لاعب بأسوأ سلاح في اللعبة. الموسم الماضي لعبنا بسلاح سترايكر دخلت فيه اسطوري، الموسم اللي قبله لعبت بسلاح شيكوم دخلت فيه اسطوري، بس يعني هاي اخر موسم لعبتهم، فالموسم هذا راح يعني جيت العب في سلاح سيء، بس حكيت لا يعني شو ضل باقي اسلحة سيئة، يعني بشكل عام كل الاسلحة كويسة، بس قررت العب بسلاح اللي بيعطوكم اياه اول ما تنزلوا اللعبة وسكن اول ما تنزلوا اللعبة، كلاس كامل زي ما شايفينه امامكم، ما في ولا اي اشي، ولا بيركات ولا قنابل ولا مهارة عميل ولا اي اشي حرفيا، حتى السلاح زي ما بتعرفوا لما تفتحوا الام 4 بيجبرك تعمل له ابجريد ليفل 1 عشان يفتح لك الريد دوت، هي هاي التركيبات اللي انا مخليها تخيلوا، فمطلوب مني ادخل اسطوري بهذا السلاح. قبل ما اترككم على الجيم بلاي حاب احكي لكم انه هذا المقطع برعايه كلان عين، قناتهم على تليجرام مختصه في تسريبات كود موبايل، عندهم تسريبات بصراحه لما دخلت اشيك على القناه اكتشفت انه فيها تسريبات انا نفسي مش بعرف عنها، معظم القنوات اللي بتنشر تسريبات واشياء زي هيك مش ناشر عن هاي المحتويات، مثل بعض صور مؤدين الاصوات في شخصيات كود موبايل، احداث جاي للعبه، اسكنات جاي للعبة، كل شيء ممكن تخطر على بالكم من مواقع ريدت تويتر كلياتهم بجمعوه ترجموه في القناة، بصراحة عندهم كثير شغل خرافي، بالإضافة للديسكورد تبعهم إكلان مختص في تنظيم البطولات جيف اوي وجوائز وفعاليات واشياء جدا خرافية. اتمنى تنضموا عندهم على قناتهم في التليجرام، شيكوا عليها لو حابين التسريبات وهي الاشياء عن اللعبة والاخبار الاخيرة عن اللعبة، بالإضافة انضموا للديسكورد او لسيرفرهم على الديسكورد، في كثير من المسابقات وهي الفعاليات بامكانكم تبحث عن اصدقاء لكم تلعب معهم كود موبايل. هسه راح احكي لكم على الجيم بلاي في سلاح الام 4، استغربت جبت فيه كلات عاليه بصراحه، صارت معي مصيبه احكي لكم شو هي. لعبت الجيم الاول صورته تمام بس خسرت، اعطاني سالب 2، مش هون المشكله، كان ممكن العب جيم ثاني، بس ايش اللي صار؟ لا تسجيل انحفظ ولا اشي، بس الجيم بلاي بدون صوت، فخساره كيف انزل لكم اياه، واصلا ما دخلت اسطوري، فاضطرت اصور كمان مره. اول جيم جبت فيه 36 كل وثاني جيم جبت فيه عدد كويس، هذا راح انزل لكم اياه، اتمنى تستمتعوا بالمقطع ولا تنسوا لايك اشتراك، شيكوا على قناتهم سيرفر، استمتعوا. انا مؤمن انه لا يأس مع الحياة. لا لا مش بعيط، لا لا ابدا. يا خسارة، راح جيم خرافي يا اخي، استهدي بالله يا رجل، الجيم ما بتفوت بصراحة. حبيبي على فلاش باند اللي بقى، ايوه احبني. يا ريتني ضليت نايم، يا ريتني ضليت نايم، لنحاول. المشكلة يعني بس والله مشكلة لما انت تلعب بدون اي اشي. طب. يا اخي طب افتح سكوب، الو يعني بكفيش بدون ملحقات، ما تفتحش سكوب كمان. لا ما هو هاي مسخرة اسمها، شو هالسلاح تعبانها؟ ايوه تقريبا انا هموت، يب هموت. اها ايه ده؟ انا فين؟ اوكي يا اخي طب واحد منكم بس يبيك، واحد الاول بنط يا روح الفاضي، والله زي جيم انه حرام يروح بسم الله. فوق ولا تحت؟ تحت. شوف المريض هذا، يا سلام. ايه ده؟ سكر علي يا ابني، انت طبيعي؟ اسف يا اسطى بس يعني احنا كنا بنترول. ولا شو هالسرعة هاي؟ هي يا اخي وين شوت حرام عليك. يلا جيم هزيل والله، خسارة يعني، انا لحد الان بتحسر على الجيم الماضي. ما طلع في الام 4، ما طلع في الام 4، ليش هيك رديء؟ اتمنى ما يتفاجئني واحد هنا، الحمد لله.
يا سلام، أهم شي ما نخسر زي الجيم الماضي. أوه نايس ام 4، شد الهمة. يلا ناخذ ليه احلى اوبجيكتيف بلاير. خسارة، كان في انا جلتش كنت تطلع منه بس شالوه شكلهم. يا مريض يا مريض. ايه مفيش مفيش حد رايح جاي من هنا. اوكي اوكي اجر الدباسة ولا يهمك، لا تحكي كمان برضو الطيارة ما طارت. كل هذا الطيارة ما طارت. وات الطيارة وين؟ الو وين راحت الطيارة؟ طيارتي فين؟ السلاح معاق شويتين شويتين ثلاث يعني مش شويتين بس. بس تصدقوا السلاح كويس بدون تركيبات. انا شايفه احسن من العادي او احسن التركيبات اللي كنت اركبها. طبعا جهتين سيء بس انه في شي غلط تقريبا. اوكي والله شغال، هندخل ليجند واخيرا. بعد عناء طويل. يلا طب الكل كام الي كمان يعني عشان انا ليجند وكذا. اوه 22 كل بالام 4 التعبان. والله جي جي، بس مستحيل يكون احسن من الجيم اللي قبله. يعني الجيم اللي قبله كان شيء خرافي بس للاسف يعني هنعمل ايه؟ خلاص عظمة قوي قوي. اخر لاعب يوصل لجنس العالم. لا يمكن ايقاف الاساطير. لحظة نعملها فويس اوفر. لا يمكن ايقاف الاساطير. لا يمكن ايقاف الاساطير.